يعني أنا حقيقة لما 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 قرأت مثلا تغريدة سماحة السيد مقتدى الصدر أو تغريدة الشيخ خميس الخنجر أو تغريدة الرئيس الحلبوسي، كلها تأكد على أن الحكومة يجب أن تقوم بدورها. طيب هل هي الحكومة الآن هي حكومة تصريف أعمال لو حكومة كاملة الصلاحيات؟ نورنا الله يخليك، تفضل. لا هذه نعم وصل. هذه الحكومة ما لها وجود قانوني أو دستوري بالدستور، لأن الدستور نص صراحة أن حكومة تصريف الأعمال هي لمدة 30 يوم، وما عدا ذلك فما إلى أي وجود قانوني أو دستوري. ولذلك إذا تتذكر حضرتك قبل أسبوعين أو ثلاثة هيش نزل مقال أو بيان للأستاذ فائق زيادان رئيس مجلس القضاء الأعلى، وقال انه احنا دنمر بالفراغ الدستوري. استاذ فائق زيدان هو رئيس السلطه القضائيه ورجل قانوني، صح، وهذا موقف يحسب للسلطه القضائيه يعني من يطلع يقول هيك، بمعنى انه احنا حاليا يعني نمر بحاله الفراغ الدستوري. ولذلك حتى الجهات القضائيه طالبوا بضروره تعديل الدستور، لان احنا عندنا مشكله دستوريه حاليا. هذا الانسداد السياسي اللي يراه السياسيون انه فد حاله عاديه لانه عدم توافق بيناتهم، بس هو ضمن مفهومنا القانوني احنا كقانونيين وكل المتابعين القانونيين، نعم، احنا نعتبره هذا قفز على الدستور وخرق دستوري رهيب، لان الحاله اللي نمر بها احنا ما لها تسميه. الحكومه الان لا هي حكومه تصريف اعمال، لا تصريف اعمال فتلات يوم وتنتهي، لا هي حكومة منتخبة، لا هي، فما إلها يعني طائفة بالمصطلح العادي نسميها حكومة طائفة. ولذلك هاي المرات الكثار اللي صار بها قفز على الدستور تجاوزت المدد الدستورية. إذا تتذكر حضرتك من تكلف السيد الكاظمي من استقال السيد عادل عبد المهدي كان تجاوز على المدد الدستورية وتمشية الحكومة بهاي الطريقة. فمرات هواي يتم تجاوز الدستور، ولذلك النظام السياسي هذا يضعف شرعيته ويخليه محل انتقاد وما يعطي الصبغة القانونية الصحيحة إذا تم خرق الدستور بهذه الطريقة.